نحن أمام تحديات، أمام تحولات عالمية إقليمية، وهناك العديد من الأوراش، هناك العديد من الاستراتيجيات، وأعتقد أن قطاع الاتصال يندرج ضمن هذه القطاعات الاستراتيجية للمملكة. وبالتالي هناك كذلك دستور 2011 الذي جاء بمجموعة من المكتسبات، خصوصا في المجال المتعلق بالحقوق والحريات، كذلك المجال المتعلق بقطاع الاتصال والإعلام. نتمنى أن تستكمل ورش تنزيل مقتضيات الدستور وفق منهجية ومقاربة تشاركية، كذلك نتمنى أن تكون هناك استراتيجية لهذا القطاع تجيب على انتظارات سواء العاملين بهذا القطاع أو انتظارات الشعب المغربي، خصوصا وأن هذا القطاع هو استراتيجي بالنسبة للمملكة. نفس التوجه، لأن أعتقد بأن إدماج قطاع الاتصال بالثقافة يذهب باعتبار أننا أمام يعني قطاعين لهم نفس التوجه ونفس الهدف ونفس الغاية، وبالتالي الثقافة مع الاتصال سنتمكن من خلال إدماج هذين الوزارتين أن نصل إلى المبتغى، وهو الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات المرتبطة ما بين قطاع الثقافة وقطاع الاتصال كذلك. طبعا رجل السياسة يتقدم ببرنامج انتخابي وله إلمام، خصوصا من خلال التجربة البرلمانية له إلمام بمجموعة من القطاعات، خصوصا وأن دائما يكون هناك برنامج حكومي، وننتظر البرنامج الحكومي لتتضح لديكم الرؤية الواضحة حول قطاع الثقافة وكذلك قطاع الاتصال. وشكرا لكم.